شفنا امبارح تكريم سيادة الرئيس رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبطال مصر اللي حققوا الميداليات الذهبية في دورة الألعاب الإفريقية اللي أقيمت في غانا، واللي مصر حصدت اللقب وتصدرت فيها الترتيب العام للدورة الثالثة على التوالي بعد الفوز بدورة برازافيل في عام 2015 ودورة الرباط في عام 2019. ويمكن ده بيأكد ريادة وتفوق وسيطرة الرياضة المصرية على القارة الإفريقية بشكل كبير جدا. التكريم اللي حصل كان فيه عدة رسائل مهمة من فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحقيقة ما ينفعش ما نقفش عندها، لأن الرسائل دي رسائل مهمة وتوقيتها غاية في الأهمية، يعني قبل أيام بسيطة من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 واللي بيشارك فيها تقريبا كل اللي تم تكريمهم امبارح. تعالوا نشوف كلام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأبطال الرياضيين ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا برحب بيكم اهلا وسهلا وسعيد بلقائكم جميعا والف مبروك وبهنيكم على اللي حققتوه. عايز اقول لكم ان انتوا فرحتوا كل الناس، كل المصريين اللي شافوا النتائج اللي انتوا حققتوها واللي ممكن كمان ربنا يوفقنا في باريس ونحققها بيكم برضو ان شاء الله، وبزمايلكم اللي موجودين هنا او اللي موجودين في المعسكرات دلوقتي ربنا يوفقهم. هشكركم انتوا شكر جزيل باسمي وباسم كل المصريين، واشكر كل القائمين على الاشراف اللي هم الجهاز الاداري والفني اللي بيقوم بترتيب كل شيء معاكم، وده جهد كبير قوي منكم وبشكركم عليه. دايما بنقول ان الرياضه هي بتعكس مدى تحضر الدول والشعوب، كل ما بيكون في نجاح وفي تفوق وفي ميداليات اكتر، الميداليه بتعكس قدره، يعني مش معنك انت حصلت على ميداليه اي ما كانت الميداليه دي ذهبيه او فضيه او برونزيه، لكن هي دي بتعكس قدره الدوله. الدوله اللي بتتحصل على عدد اكبر من الميداليات ده معناه ان هم قدرتهم على المنافسه قدره عاليه. فانا عايز اقول لكم احنا في مصر عددنا كبير ما شاء الله، وبالتالي فرصتنا ان يبقى احنا عندنا لاعبين دوليين متميزين كبيره، لان عندنا حجم شباب كبير لو خد فرصته. وكلام ده لينا كلنا، الكل المهتم بالرياضه لو خد الشباب الحقيقي فرصته، كل شاب ممكن يبقى او شاب يبقى عنده فرصه في لعبه معينه، مش لازم كلنا نلعب يعني كرة القدم فقط او لا، الالعاب كلها. فمش عايز اطول عليكم، انا سعيد ان انتوا موجودين معانا النهارده وسعيد باللي انتوا حققتوه في افريقيا، وهبقى سعيد اكتر او هنبقى كلنا سعداء اكتر باللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى، لان طبعا المنافسه على مستوى العالم اكبر كتير من افريقيا، وطبعا دول متقدمه جدا في مجال الرياضه بتبقى موجوده، وبالتالي لو النتائج كويسه ده معناه ان احنا ماشيين في الطريق السليم. بالمناسبه يعني انا عايز اقول لكم على حاجه، رغم ان حرصنا على ان ده يبقى هدف ان احنا نحصل على بطولات وميداليات وكلام من هذا القبيل، لكن صدقوني دايما يبقى اللي هو الاسلوب وتقديم نفسنا بشكل يليق بمصر. يعني لو انا النهارده لاعب او لاعبه موجوده في خارج الدوله او حتى داخل الدوله، وكنت حريص جدا جدا في ان انا ممارساتي وسلوكياتي كلها تعكس حجم كبير من التحضر والقيم الرفيعه، صدقوني ده بيبقى بغض النظر عن النتائج. يعني بغض النظر عن ان احنا نتحصل على نتيجه كويسه او ما، لكن ده جزء مهم جدا من فضلكم، يعني مهم قوي ان احنا كلنا نبقى حريصين عليه، يعني اللي هو المنافسه الشريفه واخلاق الرياضه المحترمة. وخلي بالكم من النقطة دي قوي، لأن يعني ده بيبقى محل
تقييم من الناس اللي بتشوفنا، وجزء كبير من الموضوع ان الناس تشوف الناس دي سلوكياتها ايه واخلاقياتها ايه، مش بس نتائج اللعبة يعني. مرة تانية بقول لكم ألف مبروك، أهلا وسهلا، وسعيد باللي انتم حققتوه، وربنا يا رب يوفقكم. وبرضو مش هنسى أقول لكم ان انتم موجهوا بالنيابة عني الشكر لأسركم، ان هي يعني ساهمت مساهمة كبيرة جدا في اللي انتم وصلتوا له يعني. شكرا جزيلا.